جمعتنا الصدفة وصرنا لا مو قصدي هون بالمطبخ، قصدي بدبي. ميدو الله يوفقك، قربي لنا اياها شوي بركي بنحزرها. يعني انتوا الاثنين ليش اجيتوا لهون وتركتوا بلدكم؟ مشان نشتغل. واشتغلتوا؟ لا انا ببلدي كنت ستار وكان تجيني فرص كثير. ميدو حبيبتي انت وين ما رحتي ستار واحلى ستار، بس ببلدي غير. أنا ما عاد بدي شيء، أنا ما رح دور من أول جديد على فرصة وأنطر لحتى تجيني. شو قصدك ميدو؟ أنا قررت أرجع الشام. شو؟ ميديا ما بخليك تدبي شيء. ميديا اجينا سوا منروح سوا. إيه؟ دب الشناتي. لا ما رح دب الشناتي. ميديا مو انت بتوزعي امل وتفاؤل على كل البنات؟ شو صار لك اليوم؟ ايه ما تركتوا لي شيء. تعالي لك مو قالوا لك انه بكره عندك انترفيو؟ ايه ماني مستعده اشتغل معده برامج وانا ستار قد الدنيا. ها على اساس انه الفرصه اللي عم تجيكي بالشام واو. ايه بضل بلدي. سميحه فهميني انا حاسه بالغربه، مو بس بالغربه عن بلدي، بالغربه عن كل شيء. اشتقت للشام، لقرصفة الشام، لهوى الشام، لريحة الشام، لك حتى لشوفيرية التكاسي اشتقت له. ايه انت سألتي حالك شو يعني مغتربين؟ نحن هون مغتربين. انت بتعرفي من وين جاي هاي الكلمة؟ جاي الكلمة من الغربة، من الغرباء. يعني انا وياكي هون غرباء. عم تفهميني سميحة؟ عم تفهميني؟ شو صار معك؟ أنا مش لاقة لشوفيرية التكاسي. نعم قصدي أنا مش لاقة لكل الشام، حارة حارة ونار نار وزنقة زنقة. بكفي سموحة لا تزيدي علي. طيب ما قدرت تقنعي أنه تغير رأيها؟ بصراحة بنات أنا اقتنعت بكلامي. يا ربي أنا بوش مين متصبحة اليوم؟ والله لسه ما شفته لحسام.
سألتوا حالكم شي مرة شو يعني كلمة مغتربين؟ من وين جاية؟ شو أصلا؟ أنا طول عمري مش شاطرة بالعربي، كرمال هيك فت علمي. هلا المهم اسمعوني، نحن لازم نمنع ميديا إنه تسافر عالشام بأي طريقة. كيف يعني؟ منربطها بالتخت ومنخليها تطلع من الأوضة؟ لا يا زكية، منلاقي لها شغل. شو رأيكم نقترح على ليان تشغلها عندها بالبيوتي سنتر لبين ما تلاقي شغل؟ ما بيمشي الحال، ميديا ما بتشتغل إلا بالفن. لا تحلفي، محلوف عنك. حبيبتي ليان ما بتشغل أختها بالمركز، فهمانة؟ ليش عندها أخت؟ يا الله مثاله ضربناه. طيب والحل؟ الحل إنه نلاقي لها شغل وبالفن. طيب كيف؟ كيف؟ هاي تركوه علي. نور أنا مو فاهمة ولا شيء منك. ميديا تبغى تسافر؟ زين وأنا شو المطلوب مني يعني؟ هاي ليان لحقيني. نور حبيبتي سيري أنت الحين أنا برجع لصلبك أو تعالي لي المركز أو طرشي حد من البنات. يلا أوكي باي. شوفي بعد شو مستوي؟ هذا أدري مستر أدري بليز أو ميسي أدري ما بتخري. شفيك أنت شفيك؟ أنسي ليان أنسلي أنا هاي الحالة ما عاد أقدر أتحمل طاول 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 It's impossible. شو قاعد تتكلم أنت؟ والله أنا مو فاهمة شيء. جاي؟ معقولة هاي البنت المسؤولة عن قسم الغوا ما بتعرف؟ I don't believe it. لحظة ميسي أستاذ قدري البنت المسؤولة عن شو؟ قسم الغوا يعني قسم الغندرة. غندرة؟ قصدو الميك اب، قسم الميك اب. زيت 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 اكزاكتلي. هي معقولة هي؟ معقولة هي البنت مسؤولة عن قسم هذا الغندرة والغوا؟ ما بتعرف ايش هو الكريم السليماني؟ I don't believe it, I don't believe it. لك معقولة يكون في وحدة خبيرة تجميل وغوا وما بتعرف كريم السليماني؟ أروع أصدق. أستاذ قدري ممكن تشرح لنا شو يعني كريم سليماني لأني أنا الصراحة مو بسامعة فيه. أنت سامعة فيه؟ أبداً. جاي إيش هالحكي ها؟ لك هذا دهن بدهنون نسوان على وجههم بصير ببيض الوجه، يعني شلون بدي أقول لك هيك شيء مثل كريم التأسيس. قصده الفون، كريم الأساس. زي 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 اكزاكتلي هذا الشيء مره جربني فيه انسي ليان ودهنيه على وجهك علي الحلال ليصير وجهك مثل شق اللفت. يا الله استاذ قدري ممكن انت تبتعد عن قسم الغوا هذا اللي تتكلم عنه وتتم بقسم الشعر يعني ما يخصك بقسم الميك اب ممكن؟ ممكن؟ امورك صار ضن بابا عميان حبيبي هي القصة منطقطة السلام عليكم بتقدر تساعدني؟ تكرم عينك حياتي ولو يعني حتحكيني مع صاحب المحل؟ لا حبيبي أنا رح أعطيكي رقمه وحكيه أنت هيك بتتفق أنت ويا راسك لراسه أنا أصلا هو بيعرفك حكي له عنك كثير كمان حسام بصراحة أنت فعلا حالتك ميؤوس منها عن إذنك إن شاء الله هيدي ولا فكرت ما بدي أعطيها تحكي موبايلي طبعا مهلك لأعطيك الرقم الو ايه انا ميديا من حضرتك يا اهلا تشرفنا لا انا دلوقتي في دبي على الاغلب بكره اكون بالشام موعد هنا في دبي اوكي 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 حاضر حاضر مع السلامه ليان الحقيني رح نتف حالي ها شو بلاش بعد ذبحتوني ذبحتوني في زبونة ما عم ترضى تحمم شعرها إلا بالبيلون شو ها بعد البيلون البيلون يا سيدتي هو أشهر مادة حلبية في العالم وقد كانت تأتي على هذا الشكل على شكل حجر نقوم بنقعها في الماء السخن فتصبح على هذا الشكل وقد قمت سهولة للاستعمال من قبل الزبونات وضعتها في قناني وأضفت إليها قليلاً من الدريرة لإعطائها رائحة طيبة ما هو عمل البيلون؟ عمل البيلون هو يأتي بعد صابونة الحمام صابونة الغار التي تأتي أيضاً على هذا الشكل وبرائحة طيبة جداً ولدينا كميات وافية وكثيرة منها ما هو عمل البيلون؟
البيلون يقوم عمل البلسم، أي بالعربي الفصيح كونديشنر، ومشان الكمية لا تاكلوا هم، جايب كميات بتكفي دبي وأبو ظبي وأم القوين وكل الإمارات المتحدة، ومع كل ثلاث طقنين بيلون رح نعطيهم ليفة ببلاش. بيلون بيلون. يعني أنت ما بتعرفي؟ ولا سمعنا فيه، مع أنه كل منتجين مصر بعرفهم واحد واحد. ممكن هذا المنتج ما تكوني بتعرفيه من كتر ما أنا مهم. إيه بس من وين جايب رقمي؟ إيه هي ولا أسهل منا، بيكون في شي مخرج كتير مهم عاطي رقمك ومصر عليك تكوني أنتي، ولا تستبعد يكون يوسف شاهين. ها يوسف شاهين؟ إيه أعطاك يا عمرو؟ لا الله يرحمه. إمتى رح تشوفيه للمنتج؟ سموحة الموعد بعد ساعة، فيك تيجي معي لأنه مو جاي عبالي روح لحالي، بتعرفي مشان برستيجي. لا أنا ما خرج أنزل معك، عندي موعد كتير ضروري، يا دوب لحق ألبس ثيابي وزبط أكسسوارز تبعي وأنزل. إذا بدك أحكي مع نور، نور بتعرف كل أرنب دبي. صحيح ولا سميحة؟ أنت وين رايحة؟ رايحة. يا عسولة. أخبار حلوة وفرحة ولطيفة، وشو تمنيتها أيام تبقى فيها حلوة. ألو ايه ميدو؟ ايه حياتي؟ لا مو بالشغل. موعد مع مين؟ مع المنتج المصري؟ ايه حبيبتي خلص انا بجي باخدك. ايه وين قالك؟ انتركونتيننتال فيستيفال سيتي. وين؟ مطعم انيس. خلص بنسأل عليه. يلا حبيبتي 10 دقايق بكون عندك. يلا باي باي. بيبي احلى غني عمار، مشان الله فهم علي، اذا قالت لك خدني على المطار اسحق تاخده، تحجج له باي حجه، المهم انت ما توصل على المطار. ما 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 ممكن انا بقول لا. بعدين انا اذا مودي نفر صديق انت مطار، في درايفر ثاني ممكن بودي مطار. انا اشتغل مكتب تاكسي ماما، برايفت تاكسي. اذا مودي نفر مطار ممكن مكتب تاكسي بودي انا مطار، بعدين بودي انديا، ممكن نموت تاس تاع ترجلين فيل، ممكن يموت داس تاع الترين، ممكن يموت كارت في فم تمساح. انت بيهب كومار ياكلوا تمساح؟ كومار؟ هلا اذا ما وصلت ميديا على المطار بياكلك التمساح؟ ماما ماما نعم في كويستن. تفضل. مين بيكون نفر ميديا ماما؟ ميديا لك هي اللي جبتها من المطار وقت كنت انا وياها جايين من الشام، تذكرتها؟ هيك طويله وحلوه كثير. اوه ماما انتو كله هلو، كله نفر هلو. كمار سوري ماما، very 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 sorry. اتفقنا يعني؟ بيل ماما اكيد شو؟ اوكي. هاي هاي نانو، شو الاخبار؟ ما منيحة. خبرتني نور بس انا ما فهمت عليها الصراحة. ميديا قررت ترجع عشان شو؟ ايه والله قال ما عم تلاقي شغل، ونحن قررنا نلاقي لها فرصة شغل. ليه؟ بس كيف سرعة؟ شو هذا؟ خدي هي حبة مهدئ أعصاب ومرحي عضلي. خدي أحسن ما سمعت شي من الخبرية اللي رح تسمعيها هلا. سوري سوري. What is this أنسيليان؟ What is this؟ شو هاد؟ مرحبا أنسيلي ريموند. اكسكيوز مي ما خرج اسلم عليكي مثل العاده لانه نحن هون باوقات الدوام الرسميه. اي كانت هالسريان فاينلي، يا انا يا كوايه الشعر ان ذا سنتر. اي كوايه بعد؟ لك هي اللي بتمسك شعر المراه، لك بتسوي لهم هيك وشغلات، لك اللي شلون بدي اوصف لك يا كوايه الشعر، كوايه كوايه كوايه. قصدك الكوافيره يعني. This is it! This is it! Exactly! مسيو قدري، ممكن نأجل هالحديث مرة ثانية؟ It's okay. Done. يا ربي يا سائر، والله احترت وين بدي لاقي لشغل. تهت تهت. طيب عندي اقتراح. تفضل. شو رأيك تشتغل هون؟ نحن طالبين موظفات وأنا بحكي لها مع صاحب الكافتيريا وبتكون فرصة أكبر. لا أنت أكيد عم تمزح. بدك ميديا تشتغل هون؟ ميديا ما بتشتغل غير بالفن. هلا اولا انا ما بمزح، بس الشغل اللي بيطلع بيدي امنه هذا هو، يعني مثلا انا كوميديكلي شو ممكن يساعد
شغل على الكاش بالمطبخ، يعني بأحسن الأحوال ماكسيموم ممكن ساعد يفصل شيء، بس من أرض سوري ما بيطلع بيدي. شيء كمان شيء خلص رائع، شكرا بكل الأحوال. يلا طيب لحظة أستاذ سميحة، شو رأيك إنه شو رأيك إنه أنت تشتغل هون؟ أنا السميحة بشتغل هون؟ إيه أنت السميحة بتشتغل هون، لا تفكري شغل سيء، بمعظم دول أوروبا البنات بيحلموا بك. إيه بس أنا مقرر أشتغل بشهادتي، شهادة الحقوق، بعد 5 سنين دراسة جامعة دمشق لأنه طيب لبين ما تلاقي شغل شهادة الحقوق تبعك، شو رأيك تعلي شهادتك؟ حد شهادتي. طيب أوكي، فكر بموضوع. يلا باي. ها ليكو تعرفيه؟ اه لا انا لا بس يعني مبين من شكله انه مالل، وبعدين مبين انه مصري. اه ليش هلا صاروا المصريين بنعرفوا من اشكالهم، انا بعرف بس الصيني. امشي يلا كنت بتحكي. استاذ كريم. اها مرحبا. مرحبا. اكيد انت بقى النجمه بتاعتنا لانسه ميديا. ايوه ازيك. اهلا بيك. اهلا تفضلوا. اهلا شرفنا. ايه اخبارك بقى انسه ميديا؟ الحمد لله بخير. وانت يا انسه نور؟ تمام ماشي الحال. شلون عرف اسمك؟ شبك زهايمر؟ مو انت عرفتي عني اول ما وصلنا؟ بالله؟ والله مالي متذكر هالتفصيله. اوووو اتس فيري نايس ايديا. لك شو راحت عن بالنا؟ ليش ما بنسلمها للانسه ريمان قسم المساج عنا؟ بس انا ما عندي قسم مساج قدري. بنفتحهم ما هي شغله. ايش في ورانا؟ انت متخيله ايش قد في خلق ونسوان بحاجه تيجي تعمل ريلاكس؟ الموظفات، المطلقات، الحوامل، الارامل، العوانس، والله والله يا انسه ليان لتقبري الفقر لولد ولدك. وعندك الانسه ريمان اللهم صل على النبي عندها جود فينجرز. لك اذا الوتاب موجود بين 17 عرق بتلقطه بلحظه. ايش رايك انسه ريمان؟ ومشان الراتب ما رح نختلف. دن بعدين اذا مشان الاكسبريس دونت كير. لك مين فينا خلي يا معلم تتعلم شوي شوي. هلا خلينا نحكي بالمفيد. ايش رايك نبلش ب 2000 دولار بالشهر؟ لك كويسين ال 2000 دولار ما هي؟ دن دن هجيب لك حبه ثانيه. بصي بقى انسه ميديا، انا جاي هنا اعمل شغل جامد قوي، عايز اعمل بومبا كده يعني تكسر الوسط الفني كله. برافو. ايه اخبارك مع السينما صحيح؟ لا حدش فينا ما بيحبش السيما. على فكره ميديا شغل باهم الافلام السينمائيه يعني. ريلي؟ ياه ده بقى معناه انك هتكوني بطله الفيلم بتاعي. طبعا قصدي ان شاء الله. اكيد طبعا ان شاء الله. الفيلم بتاعي بيتكلم عن ملحمه تاريخي. طب وماله؟ بس بمواصفات هوليوديه، حاجه كده زي فيلم حرب طراوده، بريف هارد بتاع الواد ده بيعنزر اسمه ميل جيبسون. ميل جيبسون الواد ده كان فظيع. بريف هارد ده فيلم هايل قوي قوي قوي. بس يا رب بقى ما يكونش عندك فوبيا من الحيوانات المفترسه. الفيلم اصلا بيدور عن دور صياد ومراته وهم في الغابه. انت بقى اللي هتلعبي دور مرات الصياد ده اللي في اخر الفيلم هتتقاتل مع نمر شرس قوي. سيبيني بس اكملك. الصياد ده بقى لما النمر هياكله انت هتقتلي النمر، وفي الاخر هتجيلك اللاب ومراته. للنمر؟ دي بقى اللي هتفصفص عظامك في اخر الفيلم حته حته. شو؟ هذا الشغل جرافيك ما هيك؟ جرافيك؟ انا ما اقربش الجرافيك من شغلي ابدا، اسعاد يونس تاكل وشي. كل الفيلم ده بالمشاهد اللي فيها هتكون طبيعي 100 100. بس طمنيني الاول، بتعرفي تقتلي بسيوف؟ سيوف؟
شيء منظم، بس هلا اجى دوركم، انتوا لازم تقنعوها تتزعلوا فيه. هي كثير سهله، اتركي علي انا بعملها. انتوا شو صار معكم؟ ما صار شيء، بس انا لقيت شغل. وانا لقيت شغل. شو؟ انتوا ما اساس رحتوا تدبروا شغل لميديا مو لكم؟ انا رح افتح. ودخلك؟ وين هذا الشغل؟ عند ليان. صحيح، انا ليان من الصبح ما شفتها. رح ينام بأوضتها. من هلا؟ صار لها من 4 الظهر نايمة. غريبة. إلا يا مام! خذ حالي حقي هالوقت، خذ! خذ! مينو؟ خذ! خذ! اعتذر وبشدة. مو معقول أنتِ كنتي قطعتي لي راسي. أكرر اعتذاري وبشدة يا ابنتي خالة فريدة. هيك رأتك من فيلم من الفصحى؟ لك عن تاريخي شو بدي احكي حلبي؟ ايه تعي تعي حسام بده ياكي. لا لا حبيبتي، اذا مشان الجاتو اللي جايبه ما بدي اكل، اساسا سمنانه وهي ونص. تعالي، مو مشان الجاتو اصلا مو جايب معه شيء، بدي احكيكي شغله كثير ضروريه. انا؟ هيك ايه انت، لكن انا يلا تعي. بصراحه انا جايب لك عرض شغل اخو اخته. استمعن بغنية جورج وسوف، تاخرت كثير. ايه امبارح كنت عم بغنيها بالسهره. منذ حبيبتي، طيب اسمعي شو العرض اللي جايب لك يا، واحسن من مقاتلة النمور تبعك. ايه حسام قلنا شو الشغل؟ ايه عن جد شو الشغل؟ اسمع، صاحب الكلب اللي انا بغني فيه بده ميديا تغني معي. لا جدي عن جد حلو، رح تغني من اول وجديد. هلا هي فكره حلوه، بس انا بطلت الغناء من زمان. ايه وين المشكله؟ بترجع بتغني مش احسن لك من السيف والترس؟ هلا انا بقول احسن لك. ايه عن جد، اساسا انا عضلت من حملته، يبعت له حمى شو تقيل. حسام انا حبيت الفكره. ايه بس الشغل رح يكون يومي. اوكي نوت بروبلم. ورح يكون بالليل، يعني اغلبيه شغلك رح يكون بالليل، ما عندك وقت. ايه ما تخاف، ميديا نشيطه، بالليل بالنهار على الغداء امتى ما بدك اني تايم. وعربي انجليزي وبالعكس. اتس ايزي، كل لغات العالم. وبدك تعزفي كمان؟ ايه ما مشكلة، ميدو بتعزف أورج كتير حلو. ايه وانا اخذت بزماناتي درسين بيانو. طيب، لكن مبدئيا اتفقنا. لا مو مبدئيا، اتفقنا نهائيا. انا حتى ما بدي فاصل على المصاري، فيني ابدأ من بكرة؟ ايه فيك تبلشي بكرة. اوكي معناتها ديل. اوكي ديل. ميديا بعدك مقررة تغني مع حسام؟ ايه، واليوم رح تكون اول حفلة لإلي، اكيد رح تكونوا موجودين. ميديا بصراحة نحن بدنا نقول لك شيء. قولوا اي شيء بس المهم تكونوا موجودين. لا مش هيك حبيبتي، بس نحن هالشغلة مش حبينك تشتغليها. ايه عن جد. ايه وليش بقى؟ لميت سبب. قولي سبب واحد ومسامحة ب 99. بصراحة نحن سمعنا شغلة ما منيحة على المحل وما حبينا نقلها لنور كرمال ما تتخانق مع حسام. عم تمزحي؟ لا، إذا بدك اسأليها لسميحة. إيه مزبوط، حتى سألنا حسام وقلنا إنه هذا الحكي صحيح، بس حلفنا يمين عظيم ما نقول لنور مشان ما تقول له يا أنا يا الشغل. وأنت نور بتعرفيها أكثر منا. ماشي، طب إذا سمعت المحل ما منيحة ليش بده ياني أشتغل بالمحل؟ ما بعرف، بس شو؟ بدك تغني ولا لا؟ امبوسيبل، اصلا الحق علي انه انا تراجعت عن قراري، بدي ارجع على الشام، خلص نقطة وانتهى. مين هذا الرقم؟ نانا خدي ردي عليه، واذا حدا من النايت كلاب مسح الارض فيه. الو. ايوه مين حضرتك؟ اوكي يلا لحظة. مين ها؟ هذا واحد اسمه وسام بده هيك كرمال اعلان. ناطرة هاتي لشوف. الو يا اهلين. ايه انا انسى ميديا، اكيد فاضي تفضل. ايه طبعا جاهزه اكيد. خلص امتى ما بتريد ملتقى؟ لا ما في داعي تبعت لي سياره. لا لا بجي لحالي، بس وين العنوان؟
لكن ماما ماما كومار ممكن بيروح مطار ايربورت، في مشكلة انتربول، في مشكلة بوليس، سيرش فورمي. ليه شو عامل؟ ما في ماما، في اسم وانتي ذا سيم اسم كومار انا. ايه طمن مالي رايحة على المطار. كومار ممكن بيروح اير تيكت اوفيس. ليش مين جاب سيرة التيكتات؟ ماما كيف بيسافر دمشقوس؟ كومار وذ كار ممكن بيروح دمشقوس. لك يبعت لك حما شو بتلعي، يلا يلا امشي بعدين بعطيك العنوان. تلاقي؟ بونجور، هون مكتب استاذ وسام. ثانك يو. تفضلي. مرحبا استاذ وسام. اهلين. انا ميدو. اهلين. تفضلي. جمعتنا الصبح.